مصطفى شمس الدين، وأنت ابن الفنان الراحل نصري شمس الدين، وهو نصر الدين نصر الدين شمس الدين. مصطفى شمس الدين صحيح. وأنت لا علاقة لا علاقة لك بالفن، لا بتغني ولا شيء. لا لا شو لا لا ما بغني. بس مستمع. أهلا وسهلا. أنا بعمل كل شيء بس ما بغني. طيب نحن هلأ نستعيد ذكر هذا الفنان الكبير وهذا الحضور الكبير بالتاريخ الغنائي اللبناني. طبعا حنحكي تفاصيل التفاصيل، وأكثر ما سنرويه هو ما لم يعرف ولم ينشر سابقا عن نصر شمس الدين الفنان الكبير. استاذ عفيف شيا، اهلا وسهلا فيك، وانت كمان المطرب المخضرم والفنان والممثل المعروف عند الجمهور اللبناني والعربي ايضا، وانت من الاصدقاء بفتره من الفترات كنت قريبا من نصر شمس الدين، وفي بينك وبينه كمان خلاف على اغنيه سنستعيدها هلا ونتذكرها. هذا الخلاف كبرني الي انا. انت دائما كبير على كل حال بنظرنا. بدي اقول لك يسعد مساك دكتور جمال ومسا الجمهور. يا اهلا وسهلا فيك حبيبه. اليوم هيفا. يس هيفا. انا اليوم خالك ابو ديب. يعني والصيد وما الصيد نروح على الصيد طبعا ابدا اليوم. يعني هيفا مودرن. استاذ مصطفى، انت شو بتشتغل غير الفن؟ انت ما لك بالفن، شو بتشتغل؟ لا الي بالفن اكيد، يعني ما في حدا ما له بالفن. نعم. خاصه اذا كنت ابن فنان يعني. بس نعم. انا حبيت التجاره الفنيه اكثر ما حبيت، ودرست موسيقى انتاج الفني يعني. طبعا نعم. درست موسيقى لانه بيي كان شوي انه تعلم بالاول بعدين الموسيقى. لانه الموسيقى ببلادنا بيي ما بتطعميه كثير. نعم. قال لي خذ شهادتك بالاول باللي بدك اياه، اي اختصاص بتحبه. صحيح. بعدين اعمل موسيقى اعمل بدك اياه. من اين بدا نصري شمس الدين؟ نصر الدين شمس الدين هو. ايه هلا نصري طبعا هو ولد بجون بحزيران 1927. نعم. بدايته الفنيه كان من هو صغير، اكتشفت ستي كانت تحب تغني وصوتها كان رائع، هو اخذ يمكن الصوت عن امه. نعم. كانت بلش تعلمه الدلعونه والميجانه والحده وهيك، وتسمع صوته في يعني حتى اذا بكي كان صوته غريب. ايه بس صار عمره 7-8 سنين، جدي كمان لفت له نظره انه جدي سميع. صار يعلمه تجويد القران. بلش بعدين صار يحفظ كريم محمود، اسمهان، محمد عبد الوهاب، يحفظ الغنيه كلها. جاب له جدي عود وصار يعلموه على العود وهيك. بعدين صار وين في سهرة بالضيعة، وين في حفلة، وين في عرس، ياخدوا نصري كذا. مهم انه صار مطرب الضيعة. هو تقريب. شاب ولا هو فتى صغير؟ لا كان عمره شي 10-12 سنة هون. يعني طفل. طفل بعده. طفل معجزة يعني. وكان يدرس بمدرسة الضيعة. نعم. بعدين انتقل على بس صار عمره 13-14، انتقل على المقاصد بصيدا. نعم. بالمقاصد بصيدا، مدرسة المقاصد الإسلامية بصيدا. صحيح. نعم. كانوا تخرج منها بعمر 17-18 سنة استاذ مدرسي. نعم. بالأدب العربي. تعليم. بس كان شغفه بعده بالفن يعني. وين في حفلة يروح. بعدين تعين بشبعة. جمعة يلي هلا اليوم في عليها نزاع نصفها محتل. صحيح. تعين استاذ مدرسي بشبعة. درس سنة وشوي بشبعة. درس اللغة العربية. الأدب العربي. ايه هو يعني لفظه كثير حلو بالحكي. وبتشوفيه أديب يعني. عنده مخارج حروف كان. ايه رائع. المهم انه. لأنه عمل تجويد قرآن. ايه كمان. هي بالعظمة. رجع درس بمدرسة، نزل على سور بالجعفرية بسور، درس بالجعفرية بسور سنتين. نعم. بالجعفرية بسور صار يجيب العود معه وعلى التلاميذ يدق لهم بالصف. نعم. وكذا ويعلمهم هاي الغنية لمين، وهيدي إذا بتحفظها أنت هاي الغنية بحط لك علامات كثير منيحة. شجعهم على الفن. شجعهم على الفن. ولا والمدرسة الجعفرية يعني مدرسة دينية. عرف مدير المدرسة اجى قال له يا نصري يا حبيبي والله انت اذا يعني احسن لك تعمل فنان، شو بدك بهالشغلة التعليم. وفعلا ترك واجى على بيروت. شو بده يشتغل؟ ما في شيء، ما كان في بعد، كان في ما كان في بعد اذاعات بلبنان. بقوم بيتعرف كان في مقهى على
شو اسمها المناره، عين المريسي. عين المريسي، عين المريسي. نعم. طانوس. طانوس ايه. مهم صار يطلع، طلع مره عمل غنيتين هيك، غنى غنيتين عن طانوس. ايه استعجبوا فيه انه كذا. كان في نحاس فيلم، شركه نحاس فيلم عم تحضر طبعا. قالوا له شو صوتك، شو شو اسمه، بتحب تروح معنا على مصر عن تشتغل مع اسماعيل ياسين على السينما؟ قال لهم انا ما شغل سينما، انا بحب المسرح. مهم راح على مصر، اشتغل مع فرقه اسماعيل ياسين 3 سنوات، بس بنفس الوقت دخل على الكونسرفاتوار المصري. ايوه، درس موسيقى بمصر، بمصر معهد فؤاد الاول. 3 سنين صحيح، معهد موسيقى. بعد 3 سنين خلص، رجع على بيروت، قال لك بدي اشوف شو اذا في شيء كذا. كمان ما زابطه. توظف بشركه التليفون بالبريد والبرق والهاتف، كان اسمه، كان اسمه بريد وزاره البريد والبرق والهاتف. توظف بشيء بالتليفون تقريبا شي سنه هيك شيء، وعم يقرا بالجريده انه اذاعه الشرق الادنى طالبين مطربين اصوات جديده دغري. اذاعه الشرق الادنى اللي هي الاذاعه الانجليزيه العربيه الام كانت صحيح هي، بس هي اذاعه الشرق الادنى يعني، هي انتقلت على قبرص بعدين. ما كان بعد في اذاعه لبنانيه، كان في اذاعه الانجليزيه. صحيح صحيح. نعم. هي انتقلت على قبرص بعدين. نعم. بس في صبحي ابو لبن، صحيح، ابو لغد، ابو لغد، صبحي ابو لغد. من بعدها تعرف، اجى على اذاعه الشرق الادنى وقابل فيلم موهبه، استاذ عاصي ومنصور رحباني، حليم الرومي، حليم الرومي، زكي نصيف، نصيف، عبد الغني شعبان، اسعد سابا، كلهم تعرف كل هالرعايه العظيم. تعجبوا انه شو يعني، خامه رقيقه بعدها جديده وحلوه منوعه. عاصي ومنصور دغري لفت لهم نظره انه هيدا شغله كثير، صوت نظيف نظيف، ونحن عم نفتش على هيك. نعم. بلشوا عملوا اول شيء سكتشات اذاعيه. نعم. كاسر مزرية بالعين، حلوه واوتوموبيل، وبراد الجمعيه، هول رايحين على بحر الستات. ايوه، وبحر الستات. نعم. هدول يعني سكتشات قصيره. نعم. اذاعيه. من بعدها بسنة تقريبا ال 45 1944 45 بلشوا هون هن بال 44 45 بالإذاعة. نعم. بإذاعة الشرق الأدنى بال 64 تقريبا 63 بالستينات، أول الستينات وال 61 عملوا أول مهرجان يلي كان بالأرز. كان مهرجان، ما كان مهرجان له، كان مهرجان شعبي، اغاني شعبيه، ما ركزوا على اسم محدد، كان يعني هيك مثل منوعات غنائيه. صحيح. صحيح، لانه كان اول مهرجان للرحابني هذا بينعمل. من بعدها ب 62 كرت السبحه بقى من موسم العز لكل اللي عملوه لاخر. شاركهم بكل الاعمال بالهوى. 33 نصري شارك ب 23 مسرحيه باغلب اعماله، واربع افلام واربع مسرحيات ببيت الدين، وتقريبا ومسرحيتين مع استاذ وليد غلميه الله يرحمه بجبال بالوهم. اي هديك الفتره كانت يعني، مع انه هو ما عاش كثير، 56 سنه صحيح، ايه، بس كانت هال 56 سنه يعني 33 سنه من عمره كانت مليئه بالشغل والركض والتعب والسهر وكل شيء بدك اياه. نعم. ما شفت انا يعني في فنانين كانوا يشتغلوا، كان في عزاب هذيك الايام مش مثل اليوم. ايه، بس ما كنت شوف مثله ابدا. قل له يا خيي طيب انه نقعد نحكي كلمه، عرفت كيف؟ وما كان في وسائل اعلام، كيف في تلفزيون واذاعات، 100 اذاعه و100 تلفزيون. هو كان صحيح. يشتغل شغله تانية غير الفن كمان. لا، ما كان يشتغل بالزيت. لا. و لا، كان هيدي الزيت كان هدايا المعروفه هيدي. ورثها عن جدي. جدي عنده معصره زيت. يعني بالعائله. وبي كان كثير من هو صغير كان يروح مع جدي على الحقله. كان عنده أرض كبيرة جدا يزرعوها. كان عطول نصري هديته لكل حبايبه أبدا بنكة زيت. زيت وزيتون. صرنا هلا دخلنا عالم الرحباني، سكتشات إذاعية، أول مهرجان
بالأرز. بهذه المرحلة كانت الإذاعة اللبنانية بلشت تظهر. اليوم بده يغني نصر شمس الدين، نفوت نتحجج، شباب يفوتونا، ممنوع تفوت على الاستديو بالكنترول بالغرفة، يكون في المخرج موجود كذا، نقعد نتفرج. هاي الفرجة المرحوم نصري، المرحوم وديع، المرحوم صباح، فيروز ما بعرف إذا التقينا شي مرة، يمكن مرة عبد الوهاب لما أعطاها على الضيعة لصباح، هيدي بعد ما سجلوها بالإذاعة، فيسمحوا لنا قبل ما بدهم يخلصوا ويعملوا مونتاج ويرتاحوا. شباب يعطيكم العافية، يلا يا ننطرن على الباب برا، هيدي المرحبا أستاذ يعطيك العافية وشفناك وكذا. هاي أيام الإذاعة الحلوة. من هون المفاجأة الكبيرة إنه أخذت لحنين من المرحوم ملحم بركات، من البحر، من 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 السماء، يا رب تسامحني. هذا الرجل العبقري، هذا الرجل اللي يا خي هيدي من رب العالمين. كيف هول الأغنيتين كانوا لإلك ونحن سمعناهم بصوت نصر شمس الدين؟ مظبوط. بتجيني رحلة، بسافر بغيبتي، بتجي رحلة المرحوم عمو رايح على الكويت، بقول له لشفيق المغربي وملحم عندكم شيء جاهز؟ بقى نمشي هاليومين، لأن هونيك بيبعون إنتاج متوفر وبيصوروا لهم للتلفزيون الكويتي. قال له لك من فترة عمل لنا أغنيتين لعفيف شاي وهذا، قال الخصية وراح سافر ومش أبدا جدي الشغلة. اسمه تربوش وسامحينا. دقينا ما ردوش. شريك تمين جنفيف عطل الله يرحمها، بتعرفها طبعا، الكاتبة والمخرجة العظيمة. بيتوجهوا على المكتب بساقية الجنزير على الروشة، بيقول لوين؟ قلت مسافر. قال هيك هيك هيك. قلت له تعلقوني معه هلا، يلا بطلب لكم اياه. طلبوني، قالوا لي القصه كذا كذا. قلت له مين؟ نصر شمس الدين اكيد عطوا الاغاني. عم يطلب انا ما صدقت. انا محلك ما بقبل يا الله. هيدي من اجمل الاغاني. هذا كان يا يعني رب تسامحني، لو بس نصيب لما بيكون الفنان له نصيب، لو ازعر عملتها. ليه؟ بس انا ما صدقت. بس هو قال له لملحيم، قال له هيدي الغنيه بدها تجيب لي اخرتي. مظبوط. ايه منيح ما اخذتها انت. لا بتعرف ليه؟ لا، على شخصيه ملحم العظيمه لما عم بحفز. إيه؟ وفعلا مات فيها لما عم بغنيها. هو كان عم يغنيها على المسرح. إيه صحيح. نعم. هلا فير من رب العالمين الهام، بس اغنيه، بس الاغنيه نصيب انا برايي بالفن، مثل الرزقه هي. لما كنت لما عم بيقول لي سمعني ملحم. نعم. ملحم فوضوي الله يرحمه، كثير بالشوي سمعني. اخذ شيف طبقه حنجرتي، قال لي ايش جعان؟ بدك تزبط امورك، بدك تغني مستعار؟ بدك شو مستعار؟ مو نازل من سوفر انا، شو مستعار؟ يلا خي هيك وندبك على الطاولات. صار اللي صار وحفظنا، وصار اجت القصه. قلت له مقدمين بامره وعاملين لي كونترا ودافعين وكل شيء. الله يسامحك على كل حال. بس على كل حال يعني بس راحت لصوتي بيستاهلها، مش راحت على ما راح ادعاني يعني. لا 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 لا، شيء بيشرفني. مصطفى لما كان يجي نصر شمس الدين معه سكريبت او نص مسرحي، يقعد يدرس بالبيت، يقرا بالبيت، ولا كان كل الشغل برا البيت؟ يعني كان يجيب الفن على البيت؟ ايه يجيب الفن طبعا. كيف كان طقوسه؟ كيف يقرا؟ روحوا اقعدوا برا. لا لا لا، يقعد انت سمع لي عرفت كيف؟ بعدين كان شو يعمل مثلا اذا غنيه بالسكريبت تكون موجوده، يقولها كذا مرة. إذا قلناها نحن حفظناها معناتها إنه شيء منيح كثير، هذه ناجحة تنحفظ. بس أديب كان مبسوط بأدواره، يعني نصري شمس الدين اسم كثير كبير، بس كان دائما بمسرحيات الرحابنة واللي هو كان بأغلبها كان هو دور ثاني، وفيروز دائما مركزين عليها اللي هي دور الأول، إلا بمسرحية فخر الدين طلع نصري شمس الدين هو البطل، هو البطل الأول. شوفي هلا هذا الكلام مش انا بدي احكيه، هذا الكلام حكيه بي. ايوه نحن بدنا نسمعه. العمل لينجح الرحباني كان عمل متكامل، ما في انت كبير وانا صغير، كان كل واحد ياخذ دوره ويحفظه على الاخر، وكلهم كانوا مسؤولين، يعتبروا حالهم انه هن من اصغر واحد لاكبر واحد بده ينجح العمل. يعني النجاح مكتوب للكل، للكل، مش لشخص، مش لشخص واحد. صحيح استاذ مصطفى. هلا في شغله هون اساسيه، انه الرحابني عاصي ومنصور الله يرحمهم كانوا كمان كثير ستريكت بالعمل. كيف يعني؟ يعني كان انه جديين جدا،
ما في مزح يعني بالعمل أبداً. يعني دورك هيدا وخلص ما في نقاش. لا كان في مثلا نقاشات وين تكون كان إذا في مثلا حوار بين نصري وفيروز ياخذوا رأيه لنصري إنه عجبك هون مثلا بنصلح شيء بدك طويلة قصيرة طويلة بتحب تزيد شيء يمزحوا أحيانا في فترات يمزحوا فيها ويحكوا فيها بس كرحابني وكعمل طبعا في دقة بالعمل في دقة كتير بالعمل بس كان هو يجيب السكريبت على البيت ويقعد مثلا نحن نسمع له في أغاني نحن مثلا ليحفظها هو وبتكون لأنه كان معظم الأعمال بهذيك الوقت خاصة أعمال بيكاديلي أو بيت الدين ما كانت مسجلة ما كانت بلاي باك ما في شيء اسمه بلاي باك على الهواء كانت لايف على الهواء حتى الموسيقى يعني كنت نشوف الموسيقية كلهم تحت والمغنى لايف كان والمغنى لايف ما كان في شيء بيلعب إلا شو اسمه بتوقع المطرب يعني أو اللي عم بيغني أو مشان هيك بنلاقي إنه كل اللي اشتغلوا مع الرحابني صحيح. معظمهم من مسرحياتهم طبعا هن كبار يعني نصري ويليام حسواني ست فيروز جوزيف نصيف إلي شويري ملحم بركات الله يطول بعمره ممثل استاذ إلي شويري وديع الصافي لا عم بحكي عن الممثل مع اللي كانوا يشتغلوا مع الرحاب استاذ وديع كلهم كانوا كبار كلهم وصلوا العمل يلي كاتبينه الرحابني وصلوه مثل ما هو مثل ما هو يعني ما كان يهمهم الدور شو هو كان يهمهم العمل كان كامل متكامل يهمهم العمل متكامل لحتى ينجح العمل لو له كلمة الممثل كتار من الناس كانوا يضلوا وما زالوا لليوم بيضلوا يقارنوا وديع الصافي ونصر شمس الدين وديع الصافي وكأنهم كانوا ندين متنافسين هل كانوا هني بالحياة الفنية متنافسين لا كمطربين أبدا. يعني اليوم بتلاقي بكل جيل في مطرب أول ومطرب تاني بينافسوا بينافسوا أنا بعض. بتذكر فريد الأطرش عبد الوهاب مثلا أم كلثوم بمصر فيروز هون وديع ونصري أنا بذكر أنه يعني كذا مرة هيدي صايرة بيي كان عامل غنية غالي والله جنوب هيدي بأيام الحرب بأيام الحرب إيه عم أخذ تليفون تلفن لأستاذ وديع قال له امتى نزل على الإذاعة بدي سمعك هالغنية هاللحن إيه؟ نزل قال له نصري إذا ما بدك إيه أنا بياخده إيه يعني كان في ليش كان في آراء تتاخد الآراء الفنية الحلوة كان في ما كان في تكبر على العمل الفني على فكرة وإلا ما بينجح العمل إذا في تكبر على العمل الفني ما بينجح كان بقصيدة حب كان عم يعملوا قصيدة حب بعلبك بتعرف بي بحب الأكل أستاذ وديع بحب الأكل يعني كثير بالكونتراكت بالهيدا يجيبوا مثلاً يتنيزوا يقعدوا مع بعضهم يأكلوا يتنيزوا بدي أسأل رأي المايسترو بمقارنة بسيطة وسهلة يستوعبها كل اللي عم يشوفونها لأن نحن هلأ حديثنا عن نصري شمس الدين في هذه الحلقة من تياترو هل تجوز المقارنة تقنياً وفنياً ومن حيث القوة الصوت بين ماشة صوت نصري شمس الدين وماشة صوت وديع الصافي؟ دايماً تجوز المقارنة مش هون المشكلة المشكلة إنه نحن بدنا نعرف الفرق بين الصوت الجميل والصوت اللي عنده شخصية لأنه في كتير بيمرق بزمننا وبتعرف دكتور إنه أصوات حلوة كتير ولكن ما بتفرض حالها ما بتقدر تخلق هوية لحالها وتفرض حالها بزمن وديع الصافي هالصوت العظيم انه يخلق صوت نصري شمس الدين ويفرض حاله بقوه على الساحه هالقد كان هالصوت عنده شخصيته يعني صار في شعراء صار في ملحنين يقصدوا يكتبوا لهيدا الصوت ليكملوا هالهويه اللي صارت وكمل لهيدا الموضوع هيدي العمليه لما بتصير بهالمرحلة ما بقى نفتش مين بيجيب جواب أكتر ولا مين بيجيب قرار أكتر ولا مين بيعمل عربة أكتر من التاني ما بقى هون المرجلة مين صوته أحلى صار في إنه في صوت وديع الصافي بشخصيته بهويته يلي عمل الملعب تبعه إذا بدك وفي صوت نصري شمس الدين يلي خلق عالمه وهويته وفرض على الوسط الفني يكتبوله ويلحنوله وبالتالي كملت شخصيته يعني صرنا نشوف
نصري شمس الدين الصياد يلي هو هيك بسيط, بسيط وطيب, وصرنا نشوفه بشخصياته. كان يوصلنا الصوت قوي؟ طبعا كان يوصلنا في صوت قوي, لانه في العرب وفي اذا بدي فوت تقنيات كثير. لا بس من حيث القوه صوت من الاصوات القويه, صوت قوي وواصل, له شخصيه, شخصيته قويه بالصوت, صوت له شخصيه تسمعه بيلفت لك نظرك, بعيط لك. طبعا طبعا نعم. الممثل وكونك انت ممثل, انت ممثل محترف يعني, مش بس مغني ومطرب وصوت تغني, انت ممثل ولك عده اعمال وعم نشوفك حاليا بعدد من الادوار. الممثل نصري شمس الدين هل كان أقوى ممثل بالمسرح الرحباني؟ نعم وبدون تفكير. تخبرك ليه؟ تفضل. ما طلع مثل هو حافظ دوره طالع عم بيمثل مثل ما تفضل السيد إلي, هالشخصية اللي فرضت وجودها, وحرام المقارنة لما بنقول وديعه ونصري شمس الدين بتاتا مش واردة. خلق شخصية, خلق كيان. زوروا موقعنا alphatv.com, تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا. اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا, قنوات الأسرة العربية.